الفلوس دي لا رايحة لجون ولا رايحة لصندوق الزمالة، الفلوس دي رايحة في جيوبهم. بالنسبة للترقية تلدا تعالي، جايلي شويه حاجات من مصر من المحلة عنب. مش تعالي بصيش، فيه شويه قماشات حلوه بيضة تنفع جلاليب برضو للبيت وكده. في ده ب 18، ده شراب؟ لا ده قميص لجوزه. ودي وادفعيلي اول الشهر، ادفعيلي مع القبض خلاص بقى مش راجع. وفي بصي ده، في بصي بعض الحاجات الداخليه، بس دي بقى الوانات ايه، شرابات اللي هي الفيليه دي. مقاسك لان انت رجلك محفره يا جماعة. شور يعني خلاص ألغي السجق؟ ماشي السجق كنسل، انتوا حرين. هقوم أشوف البوس عايز إيه. ها أهو أنت كده بتلعبيها صح. هاي نكست تايم بقى من غير الشراب خالص. ها طلبت لك الكبدة اللي بتحبيها. يلا بقول لك أنا لميت فلوس كتير، هنطلب أكل. ها بص بقى يا سيدي، الإتش آر هات له مكرونة بالكبدة، الحسابات جايبين فطير من تبستي، احنا جايبين شيش طاووق. ها انا والعيال مش شبراوي، وكلنا هناكل سكالانس بعد كده. في ناس جايبين خنزير طبعا بس ما لناش فيه. ها عامل حسابك في ايه؟ جيت اوت. ايه؟ جيت اوت. اه سوري سمعتها، شيش طاووق. انا اسف. بقول لك ايه؟ بما انك طلعت راجل تافه، ما تطلعنا رحله، نطلع فندق ايتاب الاسماعيليه مثلا ولا حاجه، تريب يعني جيرني يعني. ولا نروح القريه الفرعونيه، ولا تطلعنا فايد اي حاجه. هات البولبيف والنبي يا مونيكا. نو واي. ليه؟ ايه دي؟ ايه دي؟ خلاص يا شيخ اهدى، المدير برضو يعني هو هيستعبدنا ولا ايه؟ في ايه؟ انا مش عارف. وبعدين ما تتكلموا انتوا سايبيننا احنا، ده شغل الاتش ار اصلا مش شغلي. ايوه ما تتكلم يا بولاك، ولا قفل لنا بس الباسورد بتاعت الانترنت وخلاص. انا هعلم الراجل ده حاجه. تعلمه ايه؟ حاجه. ايوه ايه هي الحاجه؟ حاجه هي بتتقال كده، هعلمه حاجه. ايوه ايه هي الحاجه؟ هفكر فيها مش عارف دلوقتي. انت كمان سوري.